المحاضرة دي اللي بتتكلم على دور الحكومة في تحقيق كفاءة السوق بتهدف إلى الإجابة على تساؤل مهم جدا، وهو هل يمكن الاعتماد على السوق الحرة في إنها تحقق كل مصالح الدولة ومصالح الأفراد؟ وطبعا الإجابة هتكون لا، إنه في صعوبة في ذلك. ومن هنا عندما يفشل الاعتماد على السوق الحرة، ففي هذه الحالة يطلق على هذه الحالة فشل السوق. وبالتالي في هذه المحاضرة سنتعرض على أشكال فشل السوق ودور الدولة في مواجهة هذا الفشل بما يكفل في النهاية تحقيق الكفاءة في السوق. وكفاءة السوق هتحقق مصلحة كل من المنتجين والبائعين أو طرفي معادلة العرض والطلب. عشان ندرس الآثار الإيجابية والسلبية للسوق في المالية العامة، ده بيتطلب إن احنا نحدد إيه المقصود بكفاءة السوق، ندرس الشروط اللي في ظلها ممكن إن السوق تنجح أو تفشل، ثم عندما يعني نتأكد من فشل السوق، هناك سيكون هناك دور مهم للحكومة لمواجهة هذا الفشل بما يكفل تحقيق الكفاءة. المقصود بكفاءة السوق هو بيبين كيفية استخدام الموارد، فعندما يتم استخدام الموارد في الاقتصاد بشكل يحقق زيادة رفاهية شخص في المجتمع دون أن يخفض رفاهية شخص آخر، وهذا المعيار يطلق عليه معيار باريتو، ففي هذه الحالة يتم تحقيق كفاءة السوق. بنتعرض هنا للشروط الحتية للكفاءة. لما نيجي نتكلم على المنافع والتكاليف اللي هي هم عبارة عن العرض والطلب، فهنا مهم جدا اننا نتكلم على المنفعة الكلية الاجتماعية والمنفعة الحتية الاجتماعية والتكلفة الكلية الاجتماعية والتكلفة الحدية الاجتماعية. يعني هنستخدم أربع متغيرات في هذه الحالة، اثنين متغيرين بالكليات أو متعلقين بالكليات اللي هي المنفعة الكلية الاجتماعية والمنفعة الكلية الاجتماعية والتكلفة الكلية الاجتماعية، واثنين مرتبطين بالجزء الحدي اللي هي المنفعة الحدية الاجتماعية والتكلفة الحدية الاجتماعية. تطبيقا للكلام ده واضح في شكل واحد اننا بنعبر عن في الرسم اللي فوق على التكلفة الحدية الاجتماعية اللي زي ما واضح من الرسم اللي هي بتمثل العرض، والمنفعة الحدية الاجتماعية اللي بتمثل الطلب. الرسم اللي تحت بيتكلم على التكلفة الكلية الاجتماعية والمنفعة الكلية الاجتماعية. واضح من الرسم هنا اننا عندنا النقطة اللي في النص اللي هي النقطة كاف. النقطة كاف اللي هي النقطة اللي في النص بتبين ايه؟ بتبين ان دي النقطة اللي عند 15,000 وحدة عندها بتتساوى التكلفة الكلية الاجتماعية والمنفعة الكلية الاجتماعية، وبالتالي هنا احنا بنبقى عند وضع التوازن. لكن لو احنا انتجنا مثلا 10,000 وحدة، ففي هذه الحالة هيبقى عندنا المنفعة الكلية أعلى من التكلفة الكلية، والعكس صحيح. لو زودنا عن 15,000 وحدة إلى 20,000 وحدة هنوصل للشكل العكسي، إن التكلفة هتزيد عن المنفعة. وبالتالي الرسم ده مهم جدا إنه يوضح فين نقطة التوازن اللي هي عند إنتاج 15,000 وحدة. هنبدأ حاليا في شرح بقى ايه اسباب فشل السوق وحالات فشل السوق. فعندنا المشكلة الحقيقية اللي هي ان لما ما نقدرش نعتمد على الاسواق في تحقيق كفاءة السوق، عندنا اول حالة هي حالة الاحتكار. حالة الاحتكار كما هو واضح في الشكل اللي امامكم هنا بيبين ان احنا من الممكن ان يتم انتاج كمية اقل مما يجب حتى يحصل منها المنتج على سعر أعلى مما يجب. ده واضح في الرسمة من ناحية إيه؟ إحنا عندنا المنحنيين اللي في شكل خطوط اللي هو المنفعة الحدية الاجتماعية، المنفعة الحدية الاجتماعية، وتحتيها الإيراد الحدي.
وعندنا التكلفة الحدية الاجتماعية. لو أنا جيت قلت إيه هو شرط تحقيق أقصى كفاءة في السوق، فالشروط الكفاءة هي عبارة شرط واضح جدا، وهو أن تقطع التكلفة الحدية الاجتماعية، المنفعة الحدية الاجتماعية. إذا لو بصينا للرسم هنا هنلاقي إن نقطة الكفاءة هي النقطة ب. لو قلنا النقطة ب هيترتب عليها إيه؟ هيترتب عليها إن الكمية المنتجة تبقى عند ميم، ويبقى السعر س ميم، س ميم داش، س ميم داش ده هو السعر اللي إيه مفروض إن المنتج يبيع بيه، ومفروض إن هو ينتج الكمية ميم. لكن هل ده بيتم في حالة الاحتكار؟ لا، المحتكر بيحط التوازن بتاعته عند نقطة تانية، بيحطها فين؟ بدل ما يحطها عند ب بيحطها عند ج، اللي هي لما تقطع التكلفة الحدية الاجتماعية الإيراد الحدي، لأن ده شرطه في تحقيق أقصى ربح ممكن. ففي الحالة دي بيبقى هو الكمية اللي بينتجها هي كاف ميم، ويقدر ياخد فيها سعر س ميم. فواضح من الرسم ان المنتج هنا هياخد سعر اعلى اللي هو س ميم، وهينتج كمية اقل اللي هو ايه كاف ميم. هنا بقى دور الدولة ايه؟ دور الدولة ان هي تتدخل لاجبار المحتكر على ان هو يرجع تاني للنقطة اللي بتحقق توازن المصلحة العامة والخاصة، اللي هي النقطة ب، ان هو يزود انتاجه الى ميم ويقلل سعره الى س ميم داش. طب الدولة بتلجأ ازاي الى تحقيق ذلك؟ بان هي تفرض غرامة على المحتكر بعد اثبات حالة احتكاره، وبالتالي المحتكر هيلاقي ايه؟ هيلاقي ان هو لو انتج كمية قليلة ورفع السعر، في الحالة دي هيدفع غرامة، الغرامة دي هتفوق المكسب اللي هو هيكسبه في الفرق ما بين انه يبقى عند النقطة ب والنقطة ج، فهيضطر انه يرجع عند النقطة ب اللي هي النقطة اللي بتحقق توازن المصالح. ثانية لفشل السوق هي حالة فرض الضرائب، اللي هي واضحة قدامكم في شكل 4. وحالة فرض الضرائب لما نيجي نوضحها هنقول ان النقطة الاولى للتوازن هي النقطة ألف. عند النقطة ألف بيحصل توازن العرض والطلب، واحنا بنتكلم على الرسائل التليفونية، ففي النقطة ألف بيتحدد ان الكمية المنتجة والمباعة هتكون 4 مليار رسالة تليفونية، وان الرسالة هتتباع ب5 قروش لكل رسالة. في الحالة دي لو جت الدولة فرضت ضرائب، فهيترتب على كده ان الكمية اللي هيقدر ينتجها المنتج هتقل، وبالتالي هينتقل منحنى العرض الى اعلى. فبدل ما هكون عند النقطة الف هكون عند النقطة ب. يترتب على النقطة الجديدة ب هو ان انا هيكون عندي كمية الرسالة التليفونية هتقل من 4 مليار رسالة الى 3 مليار رسالة، وهنا السعر هيبتدي يرتفع الى 6 مليار رسالة. هنا النهاردة لما نيجي نشوف هيبقى رد الفعل ايه، مين هيتحمل عبء الضريبة، وده سؤال مهم جدا، هنلاقي على الرسم واضح ان اللي هيتحمل عبء الضريبة الاتنين، المنتجين والمستهلكين. وده باين من ايه؟ من الفرق ما بين المنحنى الجديد، ولو نزلت خط اللي هو عند 3 مليار رسالة، لو نزلت خط من نقطة التوازن الجديدة إلى المنحنى القديم هيبقى عندي المساحة هنا هي المساحة به جيم كما هو واضح على الرسم. ده مقدار الضريبة أو الأثار بتاعة الضريبة. الاثار بتاعه الضريبه باينه هنا في الفرق اللي هو ب ج. لو نيجي نقسم ب ج ده راح عبئها لمين، هنلاقي ان المستهلك تحمل رفع السعر من 5 الى 6، وبالتالي ده الجزء اللي هيتحمله المستهلك من الضريبه. لكن الجزء الباقي اللي هو الفرق هيتحمله المنتج. هنشرح هنا بقى الحاله الثالثه لفشل السوق اللي هي الدعم. الدعم الحكومة بتضطر ان هي تلجأ اليه عندما يكون لديها مخطط. يمكن الشكل الواضح لكده لو انا زي في الحالة المصرية عايزة اشجع الامن الغذائي، فبشجع المزارعين ان هم ينتجوا قمح. لو انا جيت اشجع المزارعين انهم ينتجوا قمح زي ما هو باين في الرسم، ان السعر اللي هو
السوق بتاع القمح هو نقول مثلا 4000 جنيه للإردب اللي هو عنده أربعة، واللي بموجبه هيتم إنتاج الكمية كاف ألف. لو أنا كدولة عايزة أشجع المزارع فباجي أقول له لو أنت زرعت القمح أنا هديك سعر أعلى اللي هو 5000 مثلا جنيه للإردب. طب ايه اللي هيترتب على هذا الوضع؟ هيترتب على هذا الوضع ان كمية المعروضة هتزيد، يبقى عند سعر 5000 احنا ملاحظين من الرسم ان الكمية المعروضة هتزيد الى كاف 2 بدل كاف 1. في الحالة دي هيبقى عندي الفجوة اللي بين العرض والطلب، هيبقى فيه زيادة العرض عن الطلب. زيادة العرض عن الطلب دي هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها ان السعر مش هيبقى 4000، السعر الحقيقي للسوق هيبقى 3000، لان انا لو جيت عند الكمية المعروضة كاف 2 من خلال منحنى الطلب هلاقي ان السعر اصبح ايه؟ 3000. وبالتالي هنا الحكومة بتخالف البعد الاقتصادي في حيث بانه السعر يبقى ناتج من العلاقة بين العرض والطلب، ولكن في مقابل حاجة مهمة جدا وهي ان هي بتحقق هدف مهم وهو تحقيق الامن الغذائي للدولة. في النهاية احنا تعرفنا في هذه المحاضرة على ايه المتغيرات اللي بتؤثر على كفاءة السوق في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وشرحنا الثلاث حالات، ودول الثلاث حالات بيقولوا لي ان وبيشيروا الى ان الدولة عليها دور مهم جدا في تحقيق كفاءة السوق، وعليها ايضا دور مهم في مواجهة الفشل السوق من خلال تدخل مهم جدا لابد ان هي تقوم به الدولة. هنا القضية هي عبارة عن ان التوصيات في نهاية هذه النقطة هي انه الدولة عليها دور مهم في مكافحة الاحتكار بانها تواجه المحتكر، ان الدولة عليها دور مهم في ان هي تواجه تلوث البيئة، بان هي تفرض على الملوث ضريبة ترفع له تكلفة انه يلوث البيئة لصالح المجتمع. ايضا النقطة المهمة جدا هي ان نشر المعلومات والبيانات، وهناك سلع قد تحتاج الدولة الى دعمها ومساندتها زي الدفاع. هذا يعني في نهاية هذه المحاضرة المهم جدا اننا نعرف الادوار الهامة اللي يجب عليه ان تقوم الدولة بها. وهنا مهم جدا بقى لما بنتحدث عن الحرية الكاملة انه لا توجد حرية كاملة حتى في معظم الدول الرأسمالية اللي بتتبع الاقتصاد الحر، ولابد ان يكون للدولة دور مهم في تصحيح اختلالات السوق وتوجيه الموارد إلى الوجهة المثلى وتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.